عادل عبد المهدي فاجأ العراقيين بالفشل الذريع، وأنا أذكر ومتابع له أول زيارة ميدانية قام بها السيد عادل عبد المهدي، ذهب إلى علوة الرشيد المخضر. اي خو يريد يبدأ من هناك يعني، تخيل ويا السوق يعني، تخيل وين تخيل وين تريد يروح يعني، بلد راح مثل إيه؟ بلد مثل العراق، يعني أنت تروح إلى علوة الرشيد المخضر حتى تقول له هاي الفاكهة من تركيا وهاي الفاكهة من سوريا وهاي الخضرة من إيران، لو تروح إلى المعامل إلى المصانع، لو تروح إلى العراقيين اللي قاعدين بتشينكو، لو تروح إلى أمهات الشهداء أمهات الأرامل، تروح تشوف معاناتهم، دول اللي واجهوا داعش وقدموا التضحيات، تشوف شنو جروحهم، يعني تشوف الشباب، تشوف تطلعاتهم. فلذلك حقيقة يعني كان فشل بامتياز، والمصيبة الأكبر من ذلك هم الآن يجترون هذا الفشل. وين البرنامج اللي قدمه لمجلس النواب؟ أبدا، عنده منهاج حكومي قدمه، قرأته جنابك؟ أبدا، قرأته طبعا واطلعت عليه، ولذلك يعني إحنا أخ صلاح حتى من نعيش بالماضي الذي لا يقدم ولا مو لازم أنا شو أسوي، لازم أضع أمامك آراء مريدين سيد عادل حتى أكون يعني متوازن. البرنامج نعم، احنا حقيقه ما عندنا مع الرجل اي خصومه شخصيه، ولكن انظر شوف، انت تعرف القائد من 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 قياده من من فريق عمله، من هو فريق عمل السيد عادل عدنان؟ من هو فريق؟ انتم ما عندكم معلومات من فريق العمل؟ لا انا اعرفهم، انا اعرفهم شخصيات ركيكه ضعيفه، هم الذين كانوا يحيطون به والان يشرحون به على المقصل امام الاعلام، لأنه لم يختار فريق عراقي، لم يختار كفاءات عراقية، التهب الولاءات مالته والتهب الأجندات مالته والتهب الإملاءات عليه، ولذلك حقيقة قادوا من فشل إلى فشل.